مشاهدين انفاس تي في داخل المغرب وخارج المغرب كما العاده خرجنا للشوارع ديال الدار البيضاء باش نسولوا المواطنين على قرار ديال وزير التعليم هذا المفاجئ، يعني اللي عنده فوق 30 سنه ما يبقاش يدخل مجال التعليم. غنسمعوا الاراء ديال الناس بكل تواضع. القرار ماشي في المحل ديالو، حيت الناس بزاف اللي عندهم قربوا يوصلوا يعني 30 سنه ومازال ما وباغيين يدفعوا لهذا الشيء ديال التعليم، وما دابا من يوصل هذا القرار هذا بحال قلتي حطم كاع الاحلام ديالهم اللي كانت عندهم من القدام باش يديروا التعليم زعما وباش يزيدوا بهاد البلاد القدام بهذا التعليم. ولكن دابا من حدوا هاد المقياس ديال 30 سنه اللي عنده فوق 30 سنه ما يمكنش ليه يزاول هذه المهنه ديال التعليم. وحاجه اخرى عاوتاني من الاجازه الاساسيه ما بقاش ليها يعني ما بقاش ليها حتى شي دور، ما بقاش زعما ديك للتعليم ولا شي حاجه، خاص تكون عندك اجازه في التعليم في الدومين ديال التعليم. هذا حتى هو حطم الشباب وحطم كاع الناس اللي كانوا باغيين يديروا هذا الشيء ديال التعليم. دابا في النظر ديالك اللي بان يعني اللي فات 30 عام يمشي يدير الطالب معاشو ولا يدير الروتين اليومي. داك الشيء اللي كاين دابا كاع اللي عندهم فوق 30 عام صافي غير يبعد من التعليم، هذا الدومين هذا غير ينساه وغير يمشي يحاول يدير شي حاجه اخرى. اما لو بغى يدير شي حاجه اخرى عاوتاني راه حاجه صعيبه، عاوتاني باش دير حاجه اخرى. هاد التعليم كان هو بحال اللي قلتي كان هو اللي كدور حاجه اخرى، كدور تسعيه وكترجع لي، كدور تسعيه وكترجع لهذا الشيء ديال التعليم. دابا مني ما بقاش صافي راه الغالب والله شنو عنده ما يدير غير يمشي يريح بحال يدير الروتين اليومي، يمشي يدير الروتين بكل التواضع بكل تواضع. واخويا تنقول لك هو خص يعاود النظر في هذا الشيء، راه الخاوي تيكون في المتقوب. سمعتي بالنسبه للقرارات اللي تياخذوا الخاوي كيكب في المتقوب، الخاوي تيكب في المتقوب، هذا هو السؤال المطروح. خصهم يجلسوا دابا راه حنا في دومين والمسائل والامور غادي باقيين ما جلسوش، باقي الامور تتوتر تتطور. ايوا خاص لدعم مونتي هذا حي دابا يعني هادو اللي فيتين 30 سنه اش بان لك يمشيو يديروا الروتين اليومي ولا طال معاشو ولا اش يدير في النظر؟ هادو اللي 30 سنه سميتو يمشي بحال غيلاقوا مع صحاب الدامه صحاب الانتريت صحاب الانتريت كول سير الضيم سير الضيم بكل التواضع. اش بان لك اخويا في التكردي عوض قرار ديال وزير التعليم يعني اللي عنده فوق 30 سنه ما بقاش يدخل للتعليم؟ قتلوه مسكين. قتلوا شكون؟ قتلوا المواطن المغربي، قتلوا المعلم، قتلوا المعلم، خلاو بنادم يلا كيكمل قرايته يلا كيقلب على راسو كيقولوا لي ما بقاش صافي ساليش صافي. شرفتي شديتي لانتريت شديتي لانتريت. دابا اش بان لك يمشي يدير الطالب معاشو ولا يدير الروتين اليومي ولا هذا الشيء اللي بقى اللي خلاو لي وخلاو له اليوتيوب؟ رساله للوزير والله ياخذ في الحق. بغيت نقول لك واحد الكلمه دابا بريزيدون دو سكولير ما والو، هذا الشيء كامل لا زونيس كامله ضايعه وبزاف. لا نهضروا على السيتياسيون ونهضروا على بزاف ديال الحوايج، كاينه لا ديفيرونس. كتجي تشوف بنادم مسكين باقي صغير عنده واحد 13 ولا 14 تلقاه مسكين ما خدام ما والو، كيبان كامل هنا في مدينه قديمه كيسير الصبابط مسكين بنادم ما واعيش ما مثقفش. ابار ثقافه كتجي من الشارع العام، كاينين مساكن بزاف ديال الدراري كل واحد والظروف الله غالب البلاد ما ساعداتوش وكل والديه وما عندهمش فلوس وهذه وكذا. وهذا القرار هذا ما متفقش معنا. دابا في نظرك دابا اللي فوق 30 عام كان باغي يدير التعليم يعني هو دابا تمنع ما بقاش غيدير التعليم لان هذا قرار ديال الوزير، في نظرك اش غيمشي يدير الروتين اليومي ولا ما عرفتش اش غيدير بنادم؟ بلا ما نقول انا راه الا قلت شي كلمه راه بنادم ما عرفتش غيدير، يخرج يشفر ولي بزنس ولا ما عرفتش شنو يدير. بزاف ديال بنادم ضايع عنا، راه انا مني دابا دير ديبلوم، انا عنديش ديبلومات وانا بادي دابا في حلاقه خرجت من السيزيام انا. القرار ديالي يعني 30 سنه مازال يمكن له يدخل التعليم ومازال يمكن له هو قال لك لا الراي ديالو هو قال لك مثلا يمشي يدير طالب معاشو ولا يمشي يدير الروتين اليومي شي قناه ديال الروتين اليومي. لا ما يمكنش، حسن راه مازال يمكن يدير التعليم و 30 عام راه مازال عنده الامل، مازال عنده يعطي يعطي مازال عنده يعطي راه عنده الامان وفاطم الزهراء. مثلا شي رساله للوزير التعليم منك، شي رساله لك منك انت اللي هوايا على هذا القرار هذا. رساله ما كتبها وصيفطها لي كاع حتى ماشي مشكل. مزروب شويه مزروب ما مساليش لي تحياتي.